نرجع للعب. 2-0 للكابتن محمد، حاول ترد. طيب هذا اللي باخذه بشوط خلص. ثلاث خمس مجموعات هم. انت مركز تركيز عالي. جاي يلعب على الفوز. استنى من الشوط قاعد. خليه بنفسك الشوط. لا رد عليه. بجوز بجوز. رد عليه في الملعب. يعني الرومنتادا بجوز. بجوز طبعا. مش بجوز. لا لعب بارد. لعب ما في بدك تدير بالك. صار مسحب نحكي على العقلية وعلى الروح الانتصار. مع الترجي 2-0. صح 100%. 2-2. والحكم ضربنا آخر شيء. نعم. يعني رجعنا هسه بنرجع. والله بترجع والله أنا بعرفك يا خليل. برجع برجع. يلا. أوكي. إيه. والله ما أتوقع ترجع أبو حمزة. لا لا برجع برجع. خايف علي؟ شو شو شو. أعطينا حظك. 1-0 للكابتن محمد. يا كابتن خليل ركز. طيب اوكي ولا تسمح له. جيبها يلا. مين صفر للكابتن محمد؟ شديت. لا توقف هاي من وين لهم. طيب عشمالك احسن. صار يغدر بطل لجأ إلى الغدر. هو بيلعب اليمين فدعم له الشمال. يلا 2-1. خلص خلص خلي العب. خلصت 3-1 جد للكابتن محمد مصطفى وسؤالين للكابتن خليل كالعادة. لا لسه في مجموعة كمان. طب ما في كرتين في كمان مجموعتين. هو اخصم له كرتين على الهال. هسه اسمع إلا أطلب إشي جاب مباريتين ضايل صح؟ 3-2 احسن من 3-0 صح. ما انت شوف هسه راحت الضغوطات عنك. تمام خلص بيلعب مرتاح. لازم تقدم. يلعب مرتاح. سؤالين للكابتن خليل. معلومه مش الكل بيعرفها انه الكابتن علي جمعه خالك. نعم معلومه مش الكل بيعرفها وانك من عائله رياضيه وكلاسيكو في مرحله من المراحل وعلاج فيصلي. كيف العلاقه مع كابتن علي جمعه؟ علاقه الحمد لله كويسه ومنيحه. ايام كان بالوحدات كنا نزوره وهيك شغلات فدائما كان يدعمني انه بحكي له انه بدي اصير مثلك قدوتي يعني خلال الجمعه. بتعرف كان يجي من التمارين ومباريات وما كنت اشوفه كثير لانه كان وقتها منتخب وكان مع هذه الوحدات سفريات معسكرات استفدت منه شغلات كثير وله طبعا له فضائل بعد رب العالمين بتوجيهاته ونصائحه لي. لما رحت الفيصلي شو قال لك؟ هيك وهيك. كابتن محمد المفروض ما تستنيش يعني فايز كثير حملنا عليه والله خلص. كثير اخره في حلقه ثانيه بس. نعمل لك اياب. طيب اخذت تجارب كبيره ما شاء الله مسيره طويله. واحده من هاي التجارب مع نادي الوحدات كان هو النادي الجماهيري الاكبر اللي لعبت معاه. يعني اول شيء نادي الوحدات طبعا بنوجه له الشكر والتحيه وهم ما قصروا معي كلاعب كمحمد مصطفى. انا كنت جايهم من قطر كنت محترف في الدوري القطري وجيت على نادي الوحدات. اكيد ما كنت يعني مش زي اللاعبين اللي لعبوا بالوحدات والفيصلي. لما تيجي من برا ثابت وتلعب مع الانديه انت ما بتعرف شو يعني وحدات شو ما بتعرف شو يعني فيصلي مثلا كقطبين كره اردنيه. بصراحه كانت كل مباراه لنادي الوحدات تعتبر بطوله يعني حتى بالدوري. ما كناش نلعب مباراه انه والله بس دوري يلا ممكن تتعادل. لا لا كان الجمهور ما يتحمل نتيجه اي نتيجه ثانيه غير الفوز كان ما يتحملها. فهذا الشيء كان يسبب ضغط على اللاعبين. فنادي الوحدات جماهيره تشوفك بالشارع تسلم عليك. هذا الشيء ما عشته قبل هيك بالأندية. ما عشته بالأندية ولا عشته أصلاً محترف برا يعني. ممكن بدون نادي جماهيري ألعب بدون نادي جماهيري وبدون ضغط. لكن لما شفت الضغط اللي هون بس كنا نخسر مباراة ثاني يوم ما تطلع من البيت أو تقعد لك يومين ثلاث ما تطلع من البيت. لأنه إذا بدك تطلع من البيت بدك تسمع كلام يعني مش 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 راح تقدر ترد عليه. بالعكس تماما لما كنت تفوز كنت حاب تطلع برا البيت تشوف شو ردة فعل الناس شو ردة فعل الجمهور شو ردة فعل ايش مجد. فهذا الاشي موجود بنادي الوحدات والفيصلي والحمد لله وصلت المواصيل انه حاليا الانديه كلها صار عندها جمهور. يعني احنا بنلعب نادي السلط والله اتوقع انه ما بيختلف عن نادي مثلا جماهيري كالوحدات. صار عندهم جماهير عن جد بتلاحقك على الفوز وعلى التعادل على الخساره. فهذا الاشي كان صار للرمثة صار لشباب اردن صار صحيح. للحسين اربد صار لكل صحيح. الانديه. طيب كابتن خليل سؤالك الثاني كونك خسرت واتمنى انك ما تخسر. ما سالت ليش خسرت لما حكيت معي تليفون حكى لي البس ما تلبس رياضه. قال لك ما تلبس رياضه عشان يغلبني شفت. البس البس رياضه صار. طيب معذور معناته ذاك. لعبت في نادي الفيصلي فتره طويله في مرحله من المراحل كنت كابتن الفريق. ايش الفرق ما بين انك تكون لاعب عادي
وتكون كابتن الفريق لأنك مرت في كل هاي المراحل. لا هو مش موضوع إنه الكابتن الفريق هسا، هي بتكابتن الفريق عشان تكون في التواصل بينك وبين الإدارة. هسا اللاعبين الموجودين كلهم كباتن، بس بتضيف عليك مسؤولية. بتضيف عليك مسؤولية لأنك أنت بدك تعرف كيف تحفز اللاعبين أو كيف تتعامل مع الجمهور ومع الإعلام بشكل عام. تعطيك طبعا ضغط كابتن نادي الفيصل، يعني بتحكي انت يعني نادي كبير، نادي جماهير زي نادي الوحدات، زي نادي الانديه الكبير محمد بيعرف وشاف وجرب. فهي لا بالعكس هي بتعطيك حافز نفسه وما قلت مسؤوليه، لانك انت بدك تتواصل بكل شيء مع اللاعبين مع الاداره مع الجهاز الفني بشكل عام مسؤوليه. بس هي كانت تفرق انه الشاره تنحط في المباراه في ايدك بس، يعني ما في فرق بين الشاره واللاعبين بالنسبه لكشاره الكابتن. تمام.